أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما القول الراجح في مسافة القصر في مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ هل هو 80 كيلومتر أما عده الناس سفرا؟ منهم الناس اللي يعدونه سفرا، ما يصير له ضابط. هذا الضابط في المسافة، الضابط في المسافة 80 كيلو، مرحلتان، كل مرحلة 40 كيلو، المجموع 80 كيلو، 4 فراسخ، هذا هو مسافة القصر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في درس فجر اليوم في شرح كتاب التوحيد أشكل علي فهم 4 برد، مو 4 فراسخ، 4 برد. نعم.